في السنوات الأخيرة شهدت اهتمام كبير بملف التعليم وخصوصا التعليم الجامعي، وشفنا إنشاء عدد كبير من الجامعات. مش بس كده، ده في اهتمام بجودة التعليم، وعدد الجامعات فعلا تم تصنيفها ضمن الأفضل عالميا. من ضمن هذه الجامعات اللي تم تصنيفها جامعة بنها اللي أعلنت امبارح أنها تم تصنيفها في الفئة الثالثة محليا طبقا لتصنيف التايمز البريطاني لأفضل جامعات العالم 2024. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعه بنها. يا دكتور ناصر صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا استاذ محمد، صباح الفل يا دكتوره منى، صباح الخير يا مصر. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه طبعا بنبارك لحضرتك دخول جامعه بنها في هذا التصنيف، لكن نوضح للساده المشاهدين ماذا يعني دخول جامعه بنها هذا التصنيف. في البدايه يا استاذ محمد اسمح لي اوضح ان التصنيفات العالميه للجامعات اصبحت الان من اهم المؤشرات التي يمكن من خلالها الاستدلال على جوده الخدمات الاكاديميه والبحثيه التي تقدمها الجامعات. ده من جانب. من جانب ثاني ان التصنيفات دي كمان بتقيس مدى التزام الجامعات بتحقيق اهداف التنميه المستدامه. كمان لها دور كبير قوي في ملف تدويل الجامعات المصريه وتحسين سمعتها المؤسسيه على المستوى العالمي. جامعة بنها من سنوات يا أستاذ محمد بتبذل مجهود كبير لتحسين تصنيفها وترتيبها على مستوى المحلي والإقليمي والدولي بين الجامعات في التصنيفات المختلفة. إحنا بصدد الكلام النهاردة عن تصنيف التايمز البريطاني، وده تصنيف سنوي للجامعات حول العالم تصدره جريدة التايمز من عام 2004. بيعتمد في مؤشراته على خمس محاور رئيسية تتضمن مثلا الاستشهادات المرجعية ودي الوزن النسبي لها 30%، والأبحاث العلمية والوزن النسبي لها 30% أيضا، والبيئة التعليمية أو فعالية التدريس ودي الوزن بتاعها 30%، إلى جانب طبعا السمعة الدولية وده معيار مهم قوي والويت بتاعه أو الوزن بتاعه 7.5%. كمان في معيار اخر هو الدخل الناتج من البحث العلمي والصناعه، والمقصود بهنا نقل المعرفه الناتجه عن البحث العلمي والوزن النسبي له 2.5%. عايز اقول لك يا استاذ محمد احنا في 2016 كان ثلاث جامعات مصريه فقط ضمن هذا التصنيف. احنا في 2024 موجود 28 جامعه مصريه في هذا التصنيف. عظيم. مما يدل ان مصر بتغير شكل التعليم، ان مصر بتستثمر في الموارد البشريه. أكيد. يمكن من الأسباب اللي كمان بتفرق في التصنيف يا دكتور النشر الدولي اللي ما كناش مهتمين بيه، كان لما بيحصل أبحاث ترقية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس كانوا بيهتموا بالنشر المحلي، علشان قد يكون في بعض الأحيان المجالات أسرع في النشر والتصنيف بتاعها بيكون بتبقى نتائجه سريعة، لكن لما ابتدينا نهتم يمكن بالنشر الدولي وبإن يبقى لنا أبحاث بتتاخد كريفرنس خارجيا اعتقد ده فرق معانا في التصنيف دوليا. معاك حق يا دكتوره منى، حقيقي ان من جوده مخرجات البحث العلمي احد اقطابها هو النشر العلمي الدولي. طبعا النشر العلمي الدولي بيتم في مجلات مصنفه دوليا طبقا لقواعد بيانات دوليه. كمان عايز اقول لك ان من خلال بنك المعرفه المصري بيتم الان تصنيف عدد كبير من المجلات المصريه المحليه على مستوى دولي، واصبح لها ايضا معامل تاثير كبير ضمن مجلات مشهوره. نعم، وده قوى كمان سمعة العديد من المجلات العلمية. بالتأكيد طبعا، عايز أقولك أن من تصنيف التايمز البريطاني أحد إصداراته التايمز طبقا للموضوعات أو التخصصات، وده أن بيقيس مدى تقدم التخصصات العلمية داخل الجامعات.